السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه وفي خير ونعمه للناس الكل. كيما العاده الله لا يقطع لنا عاده، ديما معاكم هكا في فيديو فيه نهاري نعديه معاكم من الصباح حتى للعشيه. شوفوا اليوم دبرتنا شنيه، ان شاء الله تعجبكم الوصفه اللي باش نعملها لكم ان شاء الله يا ربي. وخليكم معايا وما تبخلوش عليا ديما بك اللايك المزيان اللي نقعد نستنى فيه وتعليقكم الحلو اكيد. بارك الله فيكم، خليكم توا مع الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ونبداو بسم الله وعلى بركة الله، وما ننساوش اهم حاجة نصليو على سيدنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبداو بسم الله. واول حاجة نحضروها هي فطيرة الصبيح. حضرتك القهوة، طيبتك العظيمة، فضلي ماكل الهريسة الحلوة اللي باللوز، حطيتها على الطويولة، فطروا، قصدوا ربي مشاو يقراو، ربي ينجحهم ويوفقهم وينجحلكم نتوما زيد وليداتكم ويسترهم يا ربي. وكاو بعد نقصد ربي عاد نحضروا اول حاجة هي فطيرة نص النهار، نحضرها الطريقة زيد بسيطة لفطيرة اليوم، برا سهلة، ونحضر لكم وصفة مزيانة يا للعشاء يا للفطور كيما تحبوا نتوما. هاي خليكم معايا نشوفوا دبرتنا شنيا. بالنسبه لفطوري اليوم عملت دويده بالحمل علوش، سهله بطريقتها معروفه. نقلي رويس بسل مع الحميت العلوش مع شويه طماطم، فلفل احمر، فلفل اكحل، وعود ومسكه نحط لها، ومن بعد نمرقها ونرمي الدويده نتاعي. بالنسبه للروز، الروز هذا حبيته مع شربه يحبوه الاولاد على خاطر بنين. اولا عملته بالكبده العلوش، قليتها كما راس بسل، حطيت لها شويه فلفل احمر، فلفل اكحل، حطيت راس حانوت وتابل وكرويه، وحطيت عود قرفه، كعبتين عود زاده، ومن بعد قليتهم مليح مليح مع شويه كركم زاده، وما تنسوش هكا الفلفل الاحمر والهريسه العربي. النكهه نتاعو بالضبط كما نكهه الرز الجربي اما بطريقه مختلفه. حطيت الرز معناها ومرقته، يعني هكا الماء عليه 1 سنتيمتر، ومن بعد البنات نقصوا على النار هادية، تلقاو من بعد كنصيف ساعة كل كعيبة وحدها. شنقولكم على الريحة وعلى البنة، وكل كبدة سايبة نكهة على محلاه. ميني قليتها هكا بزيد وخليتها سلة سلة باش تجيني طايبة من بعد هكا. شوفوا محلاه أزهر هكا وفيه المعدنوس. شنقولكم تو باش نحضروا صوص مزيانة، فطيرة محشية بطريقة مختلفة من غير عجنين من غير تعب. أولا لهنا المقادير مضبوطة، 350 ملل من الماء الدافئ، محليني في العربية. بهي اش باش نعملو توا؟ باش نحطو يا سيدي اول حاجة مغرفة كبيرة متاع ماكلة سكر، ونحطو مغرفة كبيرة خميرة خبز، ونخلطوهم مليح مليح ونخليهم يتفاعلوا مع بعضهم. نغطيو عليها توا، لازم المرحلة هذي. هذي فطيرة راهي تركية عجبتني برشا، جربتها ياسر بنينة. حسيلو توا نخلطها مليح مليح، اهم حاجه التخليطه هذيك، وما تنسيوش عاد الماء دافي مش بارد ولا سخون زيدا. هيا غطيها كشقيله هذيك، ومن بعد نرجعوا لها نكملوا بقيه المكونات. مكوناتها باهيه وسهله ما تخافوش، نعرف ان شاء الله تبدا موجوده في كل دويره هذيك الفايده ان شاء الله يا رب. ونجمو حتى كي فما قشطه نجمو نعوضوها لهنا بيغور طبيعي. هنا هكا ريتو كش ولا قوامها، شو هكا كيجي. هيا لالا نكملو نحطوه، اش باش نحطوه اخر. اول حاجه زوز عظيمات حطهم غادي.
كزوز عظيمات شبش نزيد لهم 50 ملل من الزيت، زيت نباتي ولا زيت زيتونة اللي يجي مبروك مسعود. نكملو توا، شبش نحط واخر مغرفة صغيرة ملح، حطيناش يعني حط مغرفة كبيرة ذيك حطيتش طير مغرفة، باش نحط هنا قشطة. يا للا عندك يغور طبيعي راك حمورك، عندك شي نقولو احنا هكيك بالضبط 100 ملل حليب دافي حطها، مش مشكل مانيش باش نصعبها عليك. زوز يجيو، اما هي بالياغورت الطبيعي زيد تجيك باهية. هاي كمل سيدي هاي رشا فلفل اكحل، باش نحطولها لهنا. كان عندك معدنوس شاي حط، مغير فا تاع قهوة، كان عندك معدنوس معني فرشك قص في طريفك ورشها في وسطو، باش حطو خل زيدا في الوصفة هذه. صبيت مغيرفة طشت غاديكا مش مشكل، خلط يلي يتخلط ونكملو خيطك. نحط توا رشة المعدنوس، شفتوا الصوص محليها روعة، جربوها جربوها، لا فيها لا عركين لا تعبلو لا شقاء، خلط يلي يتخلط وتقوم بعد تخمر في تيتك هاو 20 دقيقة خليوها تخمر وبنينة زيدا عاد، مش كيكو برا مش نعملو حاجة كيكة ماستا، ليه ليه بنينة. هيا كمل خلط ويزيك هواي، خاطرني نبدي منحبش التطويل في الفيديو. المهم المهم كل عظيماتك اللي حطيناهم البنات نقولوا احنا يتخلطوا بالكدا قبل ما نحطوا الفارينه. بالنسبه للفارينه باش نحطوا بالضبط بالجرام 350 غرام، حطيتش 300 الاولى زيد هكا 50 صحيتك. صب غادي، علاش قلت لكم نضبطوا بالمقادير، انا قد الماء قد الفارينه 350. اي خلطها توا مليح صوص جاريه، زدت غاديكا غت مغرفه صغيره متاع قهوه، خميره حلاويت او 5 غرامات هكا هو. خلط توا، كان حينا ربي قدره ربي نكتبها لكم في صندوق الوصف، وما ننساش كان نسيت ذكروني ماني ننسى، وجيوني في التعليقات يا صندس راك نسيت ان شاء الله ما ننسيش. خلطناهاش توا مليح مليح، نمشي توا من بعد نحضروا الطبيق نتاعنا باش نقسمها، خاطر اني توا الصوص هذيا على زوز حويجات. اولا نشطيرها باش نحطه في قمصان، وشطير ثاني باش نحطها في الطبق اللي باش نطيب فيه ونخليهم يخمروا 20 دقيقه. اللي في القمصان هذيك توا زاد باش نخليه يخمر باهي. حاولوا انكم تقصوهم، قلت تقصوهم يعني تقسموهم قد قد، حاولوا اني يعني بالعين هكا بقدره ربي جات قد قد هكا هو. ما اسهلش منها وما ابنش منها. المهم اطبق، كان عندك ورق الزبده مرحبا، ما عندكش اعمل كيفي، دهنته بشويه زبده ورشيت عليه شويه فارينه وفيلي يعني تو والله لخرجتها ننسى ونجي على هذيك وننسيه، مش مشكل. اما هكا جيت باهية ومقدودة، شوية زبدة وشوية فارينة، رشة بركة وانفضك الفارينة، صبيتك شطير هذيك تو باش نغطي عليه، كيف كيف زد اللي في القمصان باش نغطي عليه. اهم حاجة لهنا انها تتخمر العجينة السوس هذه المزيانة، مدة هكيكا 20 دقيقة ربع ساعة، يتضاعفك شوية الحجم متاحة واستعملها من بعد. تنقلكم عاد الطريقة، شوف شو نحطه في وسطها، تقولوش راهي مكلفة ولا فيها برشا جوجمة ولا ليلي. الحشوة اللي تشتيها اللي عندك موجودة في الدارة، بالنسبة للحشوة اللي باش نحطوها هكا باش نرشوها رشين، خاطر سهلة. شو كان عندك عظيمة مصموطة، عندك شي زدير دجاج في الدجاج بيت متاع البارح بظلك من المرقة ولا من المكرونة برا، خرجو سبلو هكا وصوتيه شوية مع شوية بصل، زيدلو شوية معدنوس، كان حبيت شوية ريكوتا كان عندك ولا شوية جبن، حط الزيتون حط الكبار، شخشخها معناها عمل لها هكا شويه جو فيقها. ومن بعد باش نحطوها فوق الصوص هذيا، معناها انت تبدا تنجموا نعملوا حشوه من غير ما تبدا مكلفه، كل حويجه منها طريف طريف. عندي تون، عندي عظم مسموط، زيتون، معدنوس، اش حطيت اخر، كبار كبار هذيك هو اللي يبننها. وكا هو توريكم عاد، وعملت رويس بصل اخضر خليته هكا كيكه من غير ما سوتيته، خاطر حبيته هكا يبدا ني وبني،
حسيلو هذيك هاني غطيتها والاخرى غطيتها، ومن بعد حطيتهم يخمروا شويه. هاو هنا الحشوه بتاعي بديت، حضرت لها كل شيء، صبيتهم الكل صبين كل معدنوس والبصل. وش حطيت عندي؟ جبن موتزاريلا، نجم تستعمل اي جبن عندك. بي نكمل، حطيتك العظيمات وقصيت له جرين فلفل. ها فلفل، اتذكرت الفلفل، فلفل اخضر، وذيك كبار. البنات مش لازم كيما قلت لكم انكم مانيها هكا الحشوه هذه، تنجم تعملوا لحم مفروم، تعملوا كيما قلت لكم الدجاج سكالوب، اي حاجه تحبها انت. ومن بعد قلت نزيد رشه تن هكا فوقها وخلتها، اما تزيد لها شويه ملح شويه فلفل اكحل للبنة. بيه هيك رشه فلفل اكحل فوحها عندك، ما تزيد لها هذه راهو مكاو. وصفه سهله وتحضر فيسع زيادة، تنجم تعملها توا للعشاء وانت قاعده توا تحت الكوبيرتا، قوم هكا واعملها سهله وبنينه زيد. اللي ياخذ بريج وبايتك غادي يرقد لك على بكري، ما تخافش قويه. مالا شنو، ربي يحفظهم ديما، نطيبوا لهم ونصنفوا لهم، ربي يعطينا القوه وسع البال. هكا هو شوفوا محليها لله هذيا، هكا دوبا مضاعف الحجم نتاعها، باش نحط توا اكل الحشوه. هذيك الصوص الاخرى كيفاش عليت خمره تشره، تو باش نرشوها هكا من فوق ونحطوا الطبقه الثانيه. حويجه بركه، كان حبيت تزينها بالسينوج مرحبا، بالجلجلين مرحبا، اني رشيت عليها جلجلين، شيختها بالجلجلين. من بعد هكا نكمل توا نعمرها ونحطوها في الفور على 180 درجه، ما تنساوش على 180 درجه. كيف تطيب هكا من اللوطه وجنبيتها تحمار، حمر لها وجيها، ما لبش تخليها كيكه وجهها صفر، حمر لها وجيها وتبدا مزيانه، نخرجوها وتاكلوها بالصحه والهناء.
ايش رايكم في هالوصفه؟ ان شاء الله عجبتكم البنات، ويا رب ان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالهنا والبركه يا رب العالمين. حسيلو نكمل عاده نرتب لكويجنا وننظفها، نمسحك شويه غبره، ننشر حويجتي ونطبق زيده، وهذا كل في الصبحيه وكملناها الحمد لله. وهكا دبش هذيك ما يوفيش ما يوفيش، كل يوم واحنا نغسلو في الدبش، انشر بعد نطبقوا، وربي ان شاء الله يعطيكم القوه ويعطيكم الصحه، خاصه انا المراه اللي تخدم، ان شاء الله ربي يعاونها هكا، يا ربي يعطيها الخير والبركه والقوه، خاطرها تبدا تعبه بين الدار والخدمه الزوز. ربي يعينك يا عزيزه، وان شاء الله ربي معاك. حسيل ونكمل، حضرك الكويس تي ونمشي نرتاح ونقعد على رويحتي عاد، ما شنو لازمك التزديره، هذيك هي الراحه اللي ناخذها، نصلي على رويحتي ونقعد كيفكم انتوما هكا. من بعد نعمل عاد خدمتي مونتاجي للفيديو ما اللي قاعدين نشوفوا فيه، ان شاء الله يعجبكم يا ربي. هكا كي نخفيف وظريف ذكا هو راهو نهيري، ما عنديش حاجه اخرى، كي تبدا عندي خريجه نخرجكم معايا هكا ولي. هذا هو انهاري، عديت معاكم البنات من الصباح حتى للعشيه، ان شاء الله عجبكم الفيديو هكا بكله، وناري ذاكم اهم حاجه ما تبخلوش عليا بك اللايك المزيان، اكيد نقعد نستنى في تعليقاتكم، تعليقاتكم اللي تفرح لي قلبي وتشجعني هكا. نشكركم برشا برشا على كلامكم العسل اللي خارج من قلوبكم هكا، محليكم والله، ونحبكم لله في سبيل الله، بارك الله فيكم، ان شاء الله نتقابلوا في فرصه اخرى. نخليكم توفي من تربي في حفظ، نقول لكم تو بسلامه، باي باي.